اشتباكات طوال الليل واصل بسور مستمرة حتى الصباح. وأول ما خرج من خرج من مشى ما يدري له رصاصة في رأسه في صدره في أي مكان في جسمه. الحادثة الصباح الساعة 8 أيوة ساعة ما خرج يعني من الورشة لجنب المحل على طول تمام شوية كده ورصاصة وقعد بعرض القدر وترجع لعرض يده.